العلا في خير غاية، نمضي بخطوات البداية، شوق على درب الأماني بأيدينا لنعيش. قصه مدك اوغو معان قصه مدك اوغو قروح لبضن او اله سبحانه وتعالى ولي انا خوفك وناك سمك الاكا وناك خير بشاغل صحيح اي حرف محكل يا بوش سيدو يا ولي ما جعلنا سبحانه وتعالى انا سلع يا انت هاي جعل كيغا دتكاس عفية انا انا وانكو عفينيا دتكاس نوحا شوق على درب الاماني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد ما هات أنوحي أسقناتي إلهي سبحانه وتعالى ما دام أونا قاسيي بالمد أقبر كيسا بالكلنستي خير أولا بل او الله سبحانه وتعالى سود جي قران كيسا محاكق وحبضا ولا ليال ان بشن ان لنو لانو هذا الك الله سبحانه وتعالى قاصه قصه متك اوغو معان قصه متك اوغو قروحدا بدن او الله سبحانه وتعالى ولي هي احسن القصص قصه متك اوغو قروحدا بدن وقصه نبي يوسف عليه الصلاه والسلام محان كبرنا قصص محان لباهيا انا كبرنا وانا محي سببت قصه لو سودجي قصص معان ايا لنو لان ان شاء الله تعالى نلنو لاذا والعلا في خير غاية نمضي بخطوات البداية. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا نقصه دجل الله بوراه وحد أكي لها توحيت أيضا الضلاع عيسى صوبت محيت هاي قشوع أي قشوع عيسى قرآن كام عجيب كأهوال على يالله والعلا في خير غاية عمر ما كسو دو برنامج كينا عن اوغو هادلينو قصه نبي يوسف عليه الصلاه والسلام هي وحيابها ان كبرنين وان ما هي سببته او دوغني قصه نبي يوسف او دوغه ويني قصه كال ابو بكر تكون مكودو اد با ما سنت هي سدا وناكسان او شرفت برنامج كان انت كدب سوره يوسف عليه السلام وحي كمت هي سوره دوين كلو باهن هي اني امه لو نولات عجيب صابت وحيتا إلهي سبحانه وتعالى وحده وحيتا سورة بلاوي نحن نقص عليك أحسن القصص أنا جا يا كارش كاني إنه قصة أبو ونكسن أبو ونكسن إلهي سبحانه آب آد دورته بيقصون ككل أنا كت دورته وحنا كت المام وحيتا إني تا قصة متك وقوح بضينتها قف كنا شكاني إنه الله سبحانه وتعالى جل وعلا عجيب وحنا أشكاني يا وحيتا قف كستو أمور جيسن wuxuu u sheekeynayaa bulshada qof kasto kamid ah ilmaha dadka waaweyn dumarka dadka xaasaska la qaba ahaato boqorada madaxweynaha qof kasto bulshada yaani meesha uu ka joogaa ahaato qisada uu ku socdaa qof ba qayb ayaa dalalka waxa kamid ah ahsana al qasasi qof dhaha ma jiraan qisada kuma dhex jirba u dhex jirta qof kasto oo bulshada kamid ah uu nolol noolaan karo qisada ajeeb hadana su'aashu waxay tahay waa maxay sababta u soo degtay qisadan لابش يا أي علماء تفاصيل أي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبته هي أبو بكر وحل وحاجة في حتى ذلك التاريخ ذا قرأ كتلنا مع عام الحزن عجيب يعني حلقي مرقذة حلقي يعني بعتد حلقي عريق اللي قوت المامو وحلقي نبي صلى الله عليه وسلم سدنتي خديجة رضي الله عنها أي قريوتي عجيب وقت قاسي أي النبي صلى الله عليه الله وسلم سن يدي سلقود دجيه عجيب ايا لو سو دجيي ما دام سوردن اي تايب سورد دغناشه عجيب سورد دغناشه تاسو ميد كو يعني قف والبا او كسوغن اغتاس او موغيسن ديباتيسن و خلميتا هادو قصدان او اقيه او دحغله وخيا بان ايو كبغان كرا ان ديباتو والبا اي كدنبيسو فوديت اي كدنبيسو فرج اي كدنبيسو خيلي هادا كسوغن ابو بكر وا اوغتاي ديباتدا هادا ان كنول لهي خاصه مسلمينتي يا سوماليدا بو يعني ان برجين يعني قولي وناك qisada dhamaantay wana wasaa kuleeyahay ka qoosan si waba u sii adkaad xaaladaha ila subhanahu wa ta'ala wa imaanaysa farajkiisa ee faraj baa imaan yani habeenki mugdiisa si walba u dheeraado mugdiisa waba u sii ziyado ka dambay iftiin allahu akbar taas waa mid koowaad mid labaad waxay tahay abubakar quraanka asluubtiisa waxa kamid ah si
ابن آدم كواحد وفهم سي الله سبحانه وتعالى أي واحد وفهمان قصب وشكينة قصة غاد معهن قصة وحيت هاي إلهي سبحانه وتعالى جدأ وكليها فاعتبروا يا أول أبا صار قصة أيد قدم سالك شكينة يا قصة أنا ما عن قصة إسكش شكينة يا وحقدم بحنا لشين كطبقنا نبي وش بيكون سعطاء وقت هرب بيد عضي لكن قف قصة ابن آدم يكون عجة وأيد إلى ولا فخصص القصص لعلهم يتفكرون وقاس قصة وحي أنا ما هو عضي لكن أدونك ويسوى الله وطاعه مالين مالين قف بيقول عليه لكن أدينا وحاجة سدينا كل عليه وقف عليه عم ابن آدم حالته صومت أنا هديك صومت بحيك تسنسا وحيته سدى وبحلاتي سدى وهو ناكسا وبحل أي وطلواص أي أمهيم سن إله سبحانه وتعالى وشاكينيا قسوينك إن لوعبها خاطئ إلهي نحكمك عبا وبكر إله وحولي نحن نقص عليك أيد بلاو قيد صومين أحسن القصص بما أوحينا محاكونا عيسان أبو بكر وبشي رمضان ما دام بشي أيت إلهي سبحانه وتعالى وحي جيسا ونبي صلى الله عليه وسلم لغسو دجي أيت هاي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لسو دجي صمان لذلك إنا كنا لان قصدا وناكسا والله قصدا أبو بكر ومركستو آن دجيستو مركستو آن دجيستو وحان كقاتا وحيت هاي عبر عشر عصب ما هو بغفك دو أقي حتى وحقك وحيابة عجيبة لذلك أنا أبو بكر ودان أن قصدنا كشركية تمر ما أعطانه ما فيلم عجيب لكن إن شاء الله تعالى إلا دول استاريت إلا دول استاريت آيات كستو تفسيرنا معها لكن وحي دول استاريت يا مهمة أنت أنا أعرف أنه ماشي وحلق الفائدة عشر هذا واقع عن كل طبقين إن شاء الله تعالى واقع عن كل طبقين بإذن الله سبحانه وتعالى أنا يعني كل نوران بإذن الله سبحانه وتعالى لذلك وحان ليها وحي قف كستو مرويسا قف كستو برشدة ماشي ودون هكا جوغ وحان ليها قصدنا أذيك أيك وصعتا الله ننه الله بشي رمضان يسن بإذن الله سبحانه وتعالى برنامج كان كدافن هنقطو برنامج نولش هذا معنى قصة رمضان كميت الله سعود بإذن الله سبحانه وتعالى عجيب عجيب قصة النبي يوسف سيدي بي أهيت إيوالا له يوسيدو كلا أبيهيسا نبي يوسف وكما يعنى تلي لسعود إن شاء الله تعالى قيب طلبات السلام عليكم شوف على درب الأماني بحياتنا لنعيش آيات